وأكيد من بعد ما تابعنا يمكن من أهم العروض يلي صارت بدمشق رح نحكي عنها أكثر مع الدكتور طلال معلّة. أهلا وسهلا فيك دكتور، حضرتك فنان تشكيلي. أهلا أهلا، وسهلا تشرفنا. فيك، يسعد صباحك. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء، عم أقول لك فيسبوك كله، سوشيال ميديا كلها عن حفلة الموشحات يلي صارت بالشام. عالم كتير كانت موجودة، حالة من الرقي الفظيعة تكرست وتجسدت ضمن هالليلة من ليلة الموشحات. خلينا نحكي أكثر عن فكرة الإيفنت، خلينا نحكي أكثر كيف تم الترتيب لإله. صباح الخير هلأ جميعا. صباح نور. الفكرة الأساسية يعني انطلقت في جمعية عين الفن، وتابعنا هذا الأمر مع عدة جهات، لأنه فعالية من هذا النوع تحتاج إلى تكاتف جهود أكثر من أنك تطرحي فكرة فقط يعني. لكن الفكرة هي مثل ما في طريق الحرير، هناك طرق كثيرة للانطلاق من سوريا إلى العالم أو من العالم إلى سوريا. الموشح هو واحد من هذه الطرق الأساسية في رحلته، إما من سوريا إلى الأندلس أو من الأندلس إلى إلى سوريا، سوريا. ثم من سوريا إلى مصر، إلى المغرب العربي، إلى آخره. إذن هناك رحلة انطلقت الفكرة من كيف يمكن تنفيذ هذه الرحلة أو تحقيق هذه الرحلة على أرض الواقع. حقيقة نحن في عين الفنون مجموعة من المواهب والمحترفين شغلتهم هي الشغلة، وأغلبنا موسيقيين يعني، لذلك الموشح لقى اهتمام أكثر. كانت اهتماماتنا أكثر بفضاءات ثقافية سابقا، يعني كل شهر كان لدينا فضاء ثقافي مختلف من نفس النوعية لكن أدنى أقل يعني بالتأثير على الجمهور. جمعية عين الفنون أساسا يعني هي مدعومة أيضا من الأمانة السورية للتنمية، ويعني الأمانة السورية للتنمية سهلت الكثير لجمعية عين الفنون على أن تحقق اهتمامها بالتراث الثقافي بشكل عام وأن تكون إحدى الجمعيات الرائدة في مجال الثقافي أيضا. يعني حتى نبقى في فكرة الموشح، طرحنا الفكرة على وزارة السياحة ووزارة الثقافة، وتم الاتفاق بعد حوالي سنة ونصف من العمل على أن ننفذ هذا العمل وأن تقوم وزارة السياحة بتأمين الدعم المادي واللوجستي لهذه الفعالية. طبعا المنسق الأساسي هو المايسترو طاهر ماملي المعروف، وطاهر يعني من الملحنين أو من الموسيقيين الجادين والصعبين بنفس الوقت، يعني ليس يعني من السهل أن يمضي باتجاه فعالية بسيطة على مستوى دولي وفي وقت يعني نحن أحوج ما نكون فيه إلى أن يكون لدينا فعالية بهذا المستوى بعد سنوات الحرب، بعد هذه مثلا المعاناة التي عاناها الشعب السوري بشكل عام. كان النقاش طويلا في جمعية عين الفنون وأيضا مع وزارة السياحة للوصول إلى هذه الحالة. طبعا تم انتقاء مجموعة من الفنانين والفنانات على طول هذه الرحلة من الأندلس، المغرب، الجزائر، تونس، وصولا إلى الأردن إسبانيا ولبنان وسوريا. كان بودنا أن تكون فلسطين حاضرة، لكن تعلمون أن الذين اخترناهم من فلسطين إذا خرجوا من 48 لن يستطيعوا العودة إليها، وبذلك خسرنا أيضا مطربين ومجيدين في الغناء من فلسطين. الأسماء معروفة، يعني الأسماء التي طرحت في النقاشات كانت معروفة وهي من الخط الأول في الموشح وفي الموسيقى الشرقية وباحثين أيضا يعني. لذلك اخترنا أن يكون اليوم الأول هو ندوة تداولية حول الموشح، واليوم الثاني يكون هو الحفل التطبيقي العملي للموشح بوجود هؤلاء الفنانين والفنانات. طبعا في الداماروز، في فندق الداماروز أقيم الندوة التداولية، والدكتور سعد الله آغا القلعة
مع رادا شوبير و من المغرب ايضا قاموا ب يعني تقديم أمسية فكرية عميقة المستوى لجمهور ايضا متخصص، وتناقشوا فيها حول اصول المرشح وطريقة ترحال هذا المرشح عبر التاريخ وعبر الزمن منذ الأزمان الغابرة، وعن الأصول. يعني كان هناك تساؤلات عن الأصول وعن البنية الأساسية للمرشح. هذه الأفكار يعني هي التي تجلت في اليومين اللذين قدمت فيهما الفعالية. دكتور طلال، يعني لما نحكي نحن عن المرشح لازم يكون في قدرات صوتية لتقدر تأدي هذا النوع، وفي مشاركات عربية ذكرنا حتى في من إسبانيا. خلينا نحكي عن الأسماء اللي كانت مشاركة، قديش عن جد كنتوا انتقائيين ليكونوا موجودين بهي الحفلة أو الأمسية؟ يعني نحن اعتمدنا على خبرة المايسترو طاهر ماملي، والمعروف أن لديه يعني عمق في الأحاسيس الشرقية أيضا، وهذا يتجلى في ألحانه دائما. ومن خلال البحث يعني، والقضية لا تحتاج إلى بحث يعني، خصوصا في مجال الموسيقى الشرقية، خاصة أن المرشح أهمل كثيرا في فترات وبقي حصرا في الأكاديميات وفي تخوت الموسيقى الشرقية بشكل عام. بمعنى آخر كان يمكن أن نبحث عن تطور هذا المرشح، لماذا توقف، لماذا لم يتوقف. شارك مجموعة فعلا، في النهاية وصلنا إلى مجموعة يعني من الأسماء، منهم سميرة القادري من المغرب، وعباس ريجي يعني من الجزائر، ومحرزية الطويل من تونس، غادة شوبير من لبنان، وإليسيا موراليس سانشيز من إسبانيا، وكان معها أيضا عازف الجيتار العالمي الفارو الفاريز. صفوان العابد مثل سوريا هو وسارة فرح في هذه الأمسية. طبعا هذه أصوات يعني يمكن أن نقول أنها مختصة في المرشح، هذا شكل عندها مساحات صوتية هي قادرة أن توصل المرشح إلى الناس. دكتور خلينا نحكي، يمكن كان في خصوصية جدا بالحفل، كان كامل ومتكامل يمكن بوقت قصير بفكرة رائعة تجسدت. أول شيء اختيار المكان، ثاني شيء اختيار الملابس، ثالث شيء خلينا نحكي عن في سر كان موجود بالمكان أنه هو بيخليك تقول الله، بل يعني انت عم تسمع كل الوقت بخليك تسلطن. يمكن هاي الحالة قديش مهمة، وكيف تم انتقاء كل هالتفاصيل سوا؟ لا، هو الاعداد الدقيق يعني هو سر هذا الذي تلاحظينه انت. قد لا تكوني قد حضرت الحفل بشكل مباشر يعني، لكن حتى الصورة او الفيديو الذي ينقل يمكن ان يقدم هذه الصورة التي تتكلمين عنها. أنا شخصياً يعني كوني أحد المعدين والمساعدين في إظهار هذه الفعالية، عندما حضرت لم أشعر بأحد، كأني كنت المتفرج الوحيد في القاعة الموجودة هناك، ولم أشعر بمن حولي يعني، كنت مشدود إلى هذه الصورة التي أمامي بعالم تاني، وهذا الانتقال من صوت إلى صوت إلى صوت إلى صوت في نفس الأغنية أو في نفس المرشح أو سوى. تكامل الإضاءة يعني مع اللباس، مع اللوكيشن الموقع الموجود هناك، مع الموسيقيين الذين كانوا موجودين، هذه الأمور هي التي أدت إلى النجاح. ودراستها بدقة يعني وبتفصيل وبأزمنة محددة، وأن يتم الانتقال بشكل سلس، هذه الأمور هي التي تجعل يعني المشاهد يرتبط أو يشد انتباهه هذه الأمور. هي متكاملة دون أن ترى يعني، إذا فصلناها يمكن أن لا ترى، لكن كمشاهدية عامة يمكن أن تري هذا الأمر. ليس مسرحة للأغنية، هو لم يكن مسرحة للأغنية، هو فقط أو طريقة تقديم صحيحة للمرشح بالأصول التي يجب أن يقدم بها. وكان للموقع قصر العظم والخلفية الجميلة يعني ربط بقصر الحمراء في الأندلس، يعني بين هذه الجمالية المعمارية اللي موجودة في قصر العظم وبين المعمارية في الأندلس في رحلة المرشح أيضا، لأنه يعني
بنية الموشح هي بنية هندسية في الأساس يعني، ومربوطة بالأرابيسك ومربوطة في فنون جميلة أخرى يعني، هي ليست فقط لأنها غناء أو لأنها جزءا منها شعر، هي متكاملة بصورة عامة. وهذه البنية الهندسية تفترض على طريقة تقديمه أن تكون مترابطة بطريقة صحيحة حتى ترى بجماليات معينة. نعم دكتور، يعني عم نحكي عن هذا الوصف، سحر المكانة مع النغمة مع الأداء يمكن أو التحضيرات اللي كنا عم نقول سنة ونص ضليت ولكن بروفات يومين، هي التجربة لن تكرر، ما راح يكون إلى نسخ بالمحافظات السورية؟ نحن منطالب يعني طبعا تتكرر لأنه راحت علينا. يعني نحن معنيين أكيد بجمعية عين الفنون يعني بتقديم كل شيء بهذا المستوى، يعني ليس فقط في مجال الغناء أو في مجال الموسيقى، في كل مجالات الثقافة المتعددة. واليوم الثقافة هي أوسع من التعريفات التقليدية لها. طبعا مثل هذا النشاط الدولي ويعني يأتي بعد سنوات طويلة من الحرب التي لم تسمح لنا أن نقوم بمثل هذه الفعاليات. يعني سوريا كانت سباقة دائما بإقامة الفعاليات الدولية وإنجاح هذه الفعاليات، لكن قد تكون سنوات الحرب قد أخرت، لذلك يعني برزت هذه الفعالية فورا، الفعالية الدولية بتكاملها لكونها أتت مع سنوات الارتياح، يعني مع أيام الارتياح والنصر بشكل عام. طبعا كل الشكر للجنود الذين قضوا والشهداء الذين سمحوا لنا أن نكون في هذا الحفل وأن نكون آمنين في بلدنا، وهم الأساس. يعني أنا أقول أن إعادة مثل هذه الفعاليات ممكنة، لكنها تحتاج دائما إلى دعم الجهات الرسمية. هي فعالية ثقافية بالدرجة الأولى، والملاحظ أنها ذهبت إلى وزارة السياحة ولم تذهب فقط إلى وزارة الثقافة، وكان تكاملا بين السياحة والثقافة، كون الموشح هو أحد المعالم السياحية أيضا، يعني مثل أي قلعة مثل أي معلم أثري ثقافي يمكن أن يأتي السائح. نحن نذهب إلى إسبانيا لنستمع إلى الفلامينغو في أرضه، صحيح. إذن يجب أن يأتي السائح ليسمع الموشح في أرضه، وهذا ما لا يحصل عادة. يعني اليوم نتحدث عن حلب، نقول أن حلب هي أم الموشح، ولكن لا نجد الأماكن التي كانت دائما موجودة في حلب والتي كانت تقدم الموشحات، ويأتي الناس إليها من مصر أو من دول أخرى ليتعلموا الموشح على أساتذة وشيوخ هذا الفن الأصيل. نعم بدنا نشكرك كثير دكتورة طلال معلا، يمكن أكثر ما كنا أو أحوج ما نكون لهيك نوع من الحفلات الراقية. بدنا نشكرك كثير ولكل اللي كانوا قائمين على هاي الأمسية. شكرا لكم. شكرا.